وبشأن بقاء جزء من القوات الأمريكية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف حسين العليان، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة الأردنية عمان. سيد حسين، مرحبا بكم. يعني العبادي تحدث بشكل واضح عن حاجة للوجود العسكري الأمريكي في العراق، وقال إنه لا يزال هناك خطر لتنظيم الدولة في العراق وسوريا. هل هذا صحيح أم أن وجودهم هو لحماية العبادي في أثناء وبعد الانتخابات؟ سيد حسين تفضل. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تستخدم داعش ذريعة لإعادة انتشار نفوذها في العراق وسوريا، وهذا حديث بات معروف للقاصي والداني، ما يحتاج للتحليل ولا لمزيد من الذكاء. أما أن يبرر العبادي وجود القوات الأمريكية باستمرار داعش، فهي أيضا محاولة من حكومة بغداد للتأمين نفسها بغطاء أمريكي، لأنه هي تدرك أنه هي في زحمة التنافس في هذا الإقليم عرضة يعني لتقلبات حادة، قد لا تستطيع البقاء بمفردها بعيدا عن الحماية الأمريكية. سيد حسين، إذا ما ناقشنا فلسفة البقاء، هل هو يعني قرار أمريكي أم قرار من حكومة حيدر العبادي؟ هو الأمريكان لما تقتضي مصالحهم أن يبقوا سيبقوا رغم عنا، ولما الأمريكان بشعروا بالخطر من وجودهم في العراق وبخسائر من هذا الوجود فسيرحلوا بدون ما يستشيروا أحد، وسيدخلوا بدون ما يستشيروا أحد، هم دخلوا دون ما يستشيروا أحد، ولكن يعني حفظا لمياه الوجه لأتباعهم وحكومتهم في بغداد يعني بيقدموا بعض، لأنه لدينا اتفاقية إطار استراتيجي تتيح لنا الحركة، تتيح لنا العودة، تتيح لنا تقديم دعم لوجستي وتدريبي لبغداد. يعني هذا الموضوع بات مكشوف، ما لم يعد القوات الأمريكية اليوم تود أن تمسك أوراق في العراق وسوريا، حتى إذا ما دخلوا في لعبة التفاوض على قضايا المنطقة يكون للأمريكان شيئا ما في اليد. سيد حسين، كما تعرفون الولايات المتحدة وفرت غطاء جويا للمعارك التي حدثت يعني على مدى سنة كاملة أو أكثر من ذلك، ولكن الحشد دائما عبر قياداته يعني من خلال التصريحات يرفض الوجود الأمريكي. كيف يستقيم هذا مع دعوة العبادي إلى وجود القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية؟ يعني لا شك أنه الحشد مثل وجهة نظر عابرة للحدود، يعني هو مثل وجهة نظر الجوار الداعم لهذا الحشد، وبالتالي لابد من لما تزداد وتيرة الخلاف مع الولايات المتحدة بصعد الحشد خطابه في مواجهة الولايات المتحدة، تصير توافقات يصمت الحشد وحلفاء إيران في داخل العراق. المسألة ليست مسألة مبدئية من الموقف من أمريكا، يعني هي مسألة مكاسب وتحصيل يعني امتيازات لهذا الطرف على حساب هذا الطرف. الصراع الأساسي واضح في العراق هو بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. على ذكر أحياناً يدخل في حالة توافق وأحياناً يدخل في حالة تضاد. على ذكر التوافقات سيد حسين، إيران تؤكد أنها ستظل موجودة في العراق وسوريا واليمن، وما دمنا نتحدث عن بقاء القوات الأمريكية في العراق تحديدا، كيف سيتم التنسيق بين القوات الإيرانية الموجودة بميليشياتها داخل العراق وما بين القوات الأمريكية؟ يعني واضح أن هناك خطوط تفاهم غير معلنة أحيانا وضمنية يعني في هذا المجال. الوجود الإيراني في العراق غير الوجود الإيراني في اليمن غير الوجود الإيراني في سوريا، يعني لازم نميز بين هذا وذاك. يعني كمان لا ما نروح بعيد ان ايران ستجتاح كل دول المنطقه وستهيمن والى اخره، الولايات المتحده قبل ايران عجزت عن الهيمنه على الدول المنطقه بالكامل الا الدول التي اصلا تدور في الفلك الامريكي ومتحالفه مع الولايات المتحده. وبالتالي انا لا ارى خشيه كبرى من هيمنه ايرانيه، ولا يجوز لنا الاستمرار في تخويف نفسنا وتخويف مجتمعاتنا ودولنا من الهيمنة الإيرانية. الإيرانيين أعجز من أن يهيمنوا على اليمن وسوريا ولبنان وكل هذا الموضوع.
هناك تقاطعات في المصالح، هناك قوى محلية في مجتمعاتنا تتعاون مع هذا الجوار الإيراني، هناك تقاطعات سياسية أحيانا الإيراني يقدم فيها شيئا أفضل من الأمريكي لمنطقتنا، وبالتالي تلقى رواجا. يعني لا يجوز أن نأخذ المسألة بمسألة تعميم أن هناك غزوا إيرانيا ونقطة على السطر. هناك مصالح إيرانية تحاول أن تحافظ عليها بالتمدد داخل إقليمنا على حساب غياب مشروعنا المحلي. الإيراني يتقدم حيث يختفي المشروع المحلي العربي. سيد حسين، الإيراني يتقدم لما بلقى بيئة مناسبة في ظل غياب النظام الرسمي العربي للدفاع عن قضايانا. الإيراني يرفع شعارات حق باطل، هذا ليس هو شأنه. الإيراني صباح مساء يتحدث عن القدس، والعربي يفوض على القدس لبيعه. طيب، وبالتالي الإيراني يحقق مكاسب بالنقاط على حسابنا. طيب سيد حسين، على مشروع عربي حتى أنا أقدر أعمل إزاحة للإيراني. سيد حسين، ما دمت تتحدث عن وجود المصالح مرتبط بوجود القوى الخارجية في العراق، هناك أنت تحدثت وقلت في معرض حديثكم أينما تكون المصلحة الأمريكية يكون هناك تواجد أمريكي، وأيضا في نفس الجانب أينما توجد هناك مصلحة إيرانية يكون تواجد إيراني. فيما لو تقاطعت هذه المصالح، هل تعتقد أن مواجهة ستحدث بين واشنطن وطهران سيد حسين؟ بالتأكيد لما تتقاطع المصالح ستصل المواجهة، لكن حتى اللحظة المواجهات هي بالوكالة، هي بفلوسنا وعلى أراضينا وبدمائنا. الإيراني استثمر دمائنا وأموالنا وأراضينا في ملاعبة الأمريكي وتحصيل مكاسب على حساب الأمريكي في المنطقة. وهنا يعني الإيراني يملك رؤية ويملك مشروع ماذا يريد، في حين العربي لا يملك أي رؤية إلا التبعية للولايات المتحدة. من عمان، حسين العليان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.